راجع على حاجة كده بسيطة خدناها. خدنا المرة اللي فاتت بدأنا نتكلم طبعا عن الشحن. أنا متعمد دايما في استهلاك الكهرباء أتكلم عن الشحن، لأن الشحن هو أهم حاجة. الشحن والبطاريات هيبقى هما المين، وبعد كده إن شاء الله باقي الحاجات هنتكلم عنها بالتفصيل. بس أهم حاجة نفهم الشحن، محطات الشحن، البنية التحتية بتاعتها ماشية إزاي، بيتم إزاي شحن السيارات، الأنواع المختلفة وهكذا. فلو الناس فاكرين إحنا قلنا الشحن فيه عندي طبعا الكهرباء بصفة عامة، أو الجهود أو التيارات بصفة عامة كام نوع. إحنا قلنا فيه نوعين اللي هو AC وDC سي، صح؟ الـ AC هو اللي بياخد كهرباء من الجدار، من الحيطة، من شركة الكهرباء، تمام؟ كل الأفياش اللي عندك في البيت دي كلها، تمام، واخدة من اللوحة. اللوحة دي واخدة من اللوحة الرئيسية بره في الشارع، واللوحة الرئيسية اللي جاية من الشارع دي واخدة من شركة الكهرباء السعودية، كابل ومغذي البيت عندك. فالشركة دايما بتغذيك بإي سي، يعني شركة الكهرباء بتغذيك بتيار متردد. التيار اللي بيدخل لك في لوحة شركة الكهرباء، والكلام ده مهم جدا يا اخوانا، كل البيوت مش سنجل فيز. هو انت في البيت بتاخد فيش سنجل فيز، بس اللي داخل لك الرئيسي على اللوحة ايه؟ داخل لك 3 فيز، وبعد كده انت تقطع براحتك. يعني ايه اقطع براحتي؟ يعني انا بيدخل لي كابل زي اللي على اليمين ده. الكابل اللي على اليمين ده بيبقى ده بيسموه فور كور، فور كور، اربع قلوب، الاحمر والاسود والاصفر والازرق. ده عباره عن اربع كابلات جوه نفس التشيس او الكفر بتاع الكابل ده. يبقى الاسود اللي بره ده الكفر بتاع الكابل. طبعا ده كابل نوع بيسموه كابل مسلح، مش بتاعتنا احنا دلوقتي. المهم ان الكابل ده جواه اربع اطراف، اربع فرادي، تمام. كل فرده منهم او كل طرف بيمثل لينيا. طب ايه هما اللينيات؟ لازم نحفظهم بقى. ريد اللي هي الاحمر، يولو بلو. طب والاسود ده يا باشمهندس قلنا عليه المره اللي فاتت هو عباره عن الطرف المتعادل او النيوترال. يبقى انت الكابل نفسه بيبقى جواه اربع اسلاك، كل واحده منهم ليها لون. لازم يبقى على اي كابل موجوده الالوان، تمام، احمر واصفر وازرق، اللي هو L1 الاحمر و L2 الاصفر و L3 الازرق. وبعد كده في عند الاسود ده اللي هو الطرف المشترك، تمام، اللي احنا بنسميه النيوترال او الطرف المتعادل. طب ده 3 فيز 380 فولت زي ما قلنا اي سي. لو انا عايز اقطع بقى بعد كده ال 3 فيز ده اقطعه ازاي السنجل فيز؟ هاخد سلكه من الاحمر وواحده من الاسود واروح اغذي مثلا افياش. طيب ممكن اخد سلكه من الاصفر، تمام، والاسود واغذي مكيف. ممكن اخد الازرق والاسود واروح اغذي اناره مثلا. المهم ان الاسود ده دايما موجود معايا، الاسود اللي هو الطرف المتعادل موجود معايا دايما عشان اخد فرده حيه وفرده نيوترال او بيسموه طرف متعادل. طبعا 3 فيز كان في منه الفيش دي، على فكره بنستخدمها احنا يا شباب، وهتستخدم بكثره في الفتره اللي جايه في موضوع شحن السيارات الكهربائيه. الفيشه اللي بيسموه كانوا بيستخدموها في المصانع او في الاماكن اللي بتستخدم 3 فيز دي، ميل في ميل، ذكر في انتهى. هتلاحظ ان على اليسار دي اللي هي اللي فيها اسنان دي البنز، ده الميل، تمام، وهنا الفيميل. فيها كام سنه دي؟ وهنا فيها كام فتحه؟ فيها كام خرم؟ خمسه. الخمسه دول عباره عن ايه؟ اهم L1 اللي هي مين؟ الاحمر، وL2 الاصفر، وL3 الازرق، وبعد كده النيوترال اللي هو الطرف المتعادل اللي هو الاسود، وبياخد الطرف الاخير اللي هو مين؟ الارضي. دي بيسموها فيشه صاروخ، ذكر في انتهى بره في السوق، تمام؟ فدي بيسموها 3 فيز كيبل. الكابل ده هنستخدمه كتير في الفتره اللي جايه في شواحن السيارات الكهربائيه. طيب في شواحن بقى هنركبها احنا مباشره في الجدار في الحيطه عندي. يعني انا عندي سوكت عادي زي السوكت اللي انا مركب عليه التلفزيون او الكمبيوتر او الغساله او الثلاجه، ده سوكت سنجل فيز. السوكت السنجل فيز عباره عن المفروض هما في طرفين ما فيش غيرهم، الاحمر، تمام، اللي هو الفرده الحيه، والازرق او الاسود اللي هو الفرده ايه؟ النيوترال. ويجي بعد كده بيدخل معايا الطرف اللي هو اخضر فاصفر ده دايما اللي هو الارضي. يبقى انت اي سوكت سنجل فيز عباره عن طرفين اللي هم داخلين في الدايره اللي هم مين؟ L1، تمام، ونيوترال. طب والاخضر فاصفر ده الارضي، فانا دايما بستخدم الطرف الارضي، ما بدخلوش جوه الدايره، بحطه على جسم المعده زي ما هنشوف دلوقتي في الشواحن، بحيث يحمي الدايره من الشحنات الكهرومغناطيسيه الزايده. يبقى فائده الارضي حماية الدوائر الكهربية من الشحنات الكهرومغناطيسية الزايدة. هو غالبا بيتوصل في جسم المعدة أو المكنة، المواتير اللي مش عارف مين، تلاقي دايما جسم المعدة من بره كده واخدين منه طرف وموصلينه على الأرضي.